أفاد موفد قنوات بي إن سبورتس إلى الكاميرون بإصابة حارس المرمى الثاني للمنتخب المغربي منير المحمدي والمدافع سفيان الكرواني بفيروس كورونا، وذلك في إطار المسحات الدورية التي تجريها بعثة المنتخب المغربي في الكاميرون قبل مواجهة المنتخب المصري في الدور ربع النهائي، وبالتالي سيخوض أسود الأطلس مواجهة مصر بحارسي مرمى فقط.